انتبهي على الجاتو. جدان الشغل بالجاتو عبارة عن فن، كتير مهم انه تحافظي على التوازن، وإلا رح يميل على جنب ورح ينتزع الشغل ورح يطلع منظره بشع كتير. إذا ركزتي مزبوط وقت الجاتو بيطلع تمام. وكمان لازم ننتبه كتير منيح على كمية الشوكولا، إذا كانت الكمية كتيرة ما بيطلع حلو، بيطلع مر. مهرج مهرج يا أولاد أنا بوشان عمو المهرج، رسلنا وإلا رح أقول لبابا عنا. إيه كلا هذا رح نقول ما نبينا. خلص يا أولاد، خلص يا أولاد، ما بصير هيك، بعدوا عني. أنا ماني مهرج، خلص اتركوني يا مهرج. يلا يا أولاد تعالوا شو، خليني. إيه يلا. درقة غريب، شوينا حماتنا لهلا، قصدي ما انا مبينة. انتو بتعرفوا نحن عملنا كل هذا من شانها، اذا ما شافت يلي عم يصير رح يروح تعبنا على الفاضي. يلا تعال اخذ بابا. يلا تعال اخذ بابا. يلا زدتوا عليه، يلا زدتوا عليه كمان. يلا حاج تعزبوني. بدي فرجيكي شغلة حلوة، يلا تعالي. طيب شوي وبرجع، في كم شغلة بدي شبه. لا بعدين بتجيب الغراض، هلأ تعالي معي. شوفي يلا عم المهرج، خلينا نلعب. يلا رقص المهرج. يلا يا أولاد تعال نرقص كل هاتنا، خلينا نلعب. بعدوا عني، تعالوا شدوا عني. يلا عم المهرج، مهرج جدان. جدان قليل شو صار وليش هيك عم تبكي؟ يلا 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 عمي
انت منيح؟ طيب تعال معي. لاكشمي، شو هذا اللي انت عملتي لاكشمي؟ لا لا، شكل حماتنا عم تعديكي بتصرفاتها. هو عمل كل اللي بيقدر عليه لحتى يسلينا ويضحكنا، وانت وقعتي الجاتو على وشه. سامحني بترجاك، انا رح امسح لك وشك. يلا